السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اليوم على برنامج زد متميز. إنه برنامج وايز فولدر هايدر، وهذا البرنامج سيمكننا من إخفاء الملفات بكلمة مرور الملفات أو الصور التي نختارها. فما علينا إلا يعني وضع كلمة مرور خاصة بنا هذه الملفات، الشيء الذي سوف يمنع أي متطفل من الدخول لهذه الملفات إلا إذا كان يتوفر على كلمة المرور. وهذا البرنامج يتميز كذلك بكونه برنامج مجاني، أي لا يتطلب لا سيريال ولا كراك ولا أي شيء. فما عليك إلا تحميل هذا البرنامج من الرابط الذي سأضعه أسفل هذا الفيديو، ثم نقوم بتثبيته. يعني عملية التثبيت سهلة وعادية، نضغط على زر يس طبعا، ثم نضغط على زر نيكست، نضغط نختار I accept the agreement، ثم نضغط على next ثم next. يعني هنا سوف أضغط على this line حتى لا يثبت برامج لا نرغب فيها، ثم أضغط على unstart حسنا، والآن أضغط على finish. كما نلاحظ أن البرنامج يعني تم تثبيته، والآن سوف يظهر لنا البرنامج. هنا ستعطينا واجهة نقوم بكتابة كلمة المرور التي سوف يعني تقوم بتشفير أو حماية ملفاتنا. نعيد تكرار نفس كلمة المرور. يجب أن نراعي أن تكون هذه كلمة المرور يعني كلمة المرور التي لا ننساها حتى لا نقع في مشاكل فيما بعد. يعني يمكن استخدام مثلا تاريخ ازدياد أو اسمك وبعض الأرقام، يعني لا داعي للتعقيد كثيرا. كلمة مرور خاصة بهذا البرنامج، نضغط على OK. والآن هذه هي واجهة البرنامج. والآن أي ملف نود مثلا يعني إخفاءه عن أي شخص، فما علينا إلا أن نضعه، أن نقوم بحمله. مثلا أقوم بإخفاء هذا البرنامج طبعا وأضعه هنا، يعني كما نلاحظ أنه اختفى. وبعدها نقوم بالخروج من البرنامج، حينها لن يتمكن أي شخص من الدخول إلى هذا الملف إلا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على كلمة المرور. وللدخول إلى هذا الملف ما عليك إلا الدخول إلى البرنامج وايز فولدر هايدر. عند محاولتك الدخول إلى هذا البرنامج نلاحظ أنه يطلب منك كلمة المرور، كلمة المرور التي يعني قمنا بوضعها عند إنشاء هذا البرنامج، ثم نضغط على اللوجين، وحينها سنجد يعني ملفاتنا التي قمنا بإخفائها. حينها لأرجع لفتح هذا الملف ممكن أن نضغط على Open، وسيطلب منا يعني كلمة المرور طبعا حال، أو يمكننا يعني أن نرجع الملف إلى حالته الأصلية، وذلك بالضغط على إنهان. كما نلاحظ يعني عاد الملف إلى مكانه السابق. يعني كما نلاحظ يمكننا يعني إخفاء الملفات، يمكننا إخفاء الملفات أو المجلدات، كما يمكننا إخفاء يعني اليو اس بي الفلاشر، جهاز الفلاشر. ما علينا إلا اختيار يعني جهاز الفلاشر والضغط على أوكي، ثم الضغط على يس. بعدها سيطلب منا كلمة مرور أخرى، نقوم مثلا بوضع أي كلمة مرور، نعيد تكرارها مرة أخرى هنا، نضغط على أوكي. الآن كما نلاحظ أن جهاز الفلاشر قد تم إخفاؤه، وعند محاولة الدخول إلى جهاز الفلاشر كما نلاحظ أن الفلاش مملوء. عندما ندخل إليه نجد أنه فارغ، سيتوفر على أي شيء. ولإعادة جهاز الفلاشر طبعا الحال بطبيعة الحال ما علينا إلا الدخول إلى البرنامج، يعني إن كنا قد خرجنا منه. وطبعا الحال عند أي دخول إلى البرنامج سيطلب منك كلمة المرور، وما عليك إلا حين تختار الفلاشر ثم تضغط على إنهاي حتى ثم تقوم بكتابة كلمة المرور الثانية وليست الأولى، الثانية التي طلبها منا عندما أردنا إخفاء جهاز الفلاشر. ثم نضغط على أوكي، وبعدها ستعود الأمور إلى سابق عهده. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا البرنامج، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على لايك هذا البرنامج،
وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.